ميرسي. حطهم هون كلهم شوفوا. ميرسي لحالك. شيل طاقة سخنية من تحت طيبين. شيل طاقة سخنية من تحت طيبين. الله يساعدني عليك. تحت طيبين. ميرسي حبيبتي. ثانك يو. شيل طاقة سخنية من تحت. بونجور مسيو رافائيل يعني. ولا شو بصير في غيرة. انت مهموك بالباي. برنا الأشقر أنا. يا ويلي. يا الله. وي لا ما بسمعك هيك وي يا ابني انت بتهربني يا ابني حدا بده طلع شريمون بدك شريمون انت اقعد وانا ببقى بخبركم شو عامل بحالك ابدا شو عامل بحالك تفضل 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 اسمع ليك ايهاب انت زلمه رحت وعلي انت زلمه شو مغير فيها قدام حلاقي عسل ميرسي ميرسي شاب انا سالت ايهاب وعلي عسل مدام ليسلي هيك على البدر مش بقى لي تفضل بديك شو ليمون انا قد قدت عندي انا ليه؟ تقدت لانك كسول بالضبط احبك احبك كسول كسول ما بدنا الكتاب اليوم انا كمان تعطي سكينه وحده اعطيت وامو الخبز شو بتعرف؟ وحده سكينه الله يحفظك اوكي فينا نشتغل بليز من بدي فضل الكوت لما ايه سوري نسيم انيس لما بدي فضل الكوت طب وقفوا تفضل تفضل وزيحوا عن بعض انتوا اثنين نسيم ورافائيل زيحوا عن بعض كرسي ليش يا مدام لما بتفضوا الضلوع والظهر بتكون كثير طب يعني بعيد الجمله كم مره ولد خلص خلص سكينه تخنتوها عن جد لقيت لي ايدي تحت بس خلص نسيم نسيم بس ما في سوري طلعوا قعدوا برا بالليفينج اشتقوا لبعض شو قاعدين عم تعملوا هون؟ ايه طيب طيب ليك ولا كلمة بقى بأمري ولا كلمة يعني ما تجاوبني حتى أنا ما تجاوبني ولا كلمة بأمري أوكي هلا بتشوف أوت يلا اوت ايه انه ما قال جلاده اليوم اليوم ما قال جلاده لما بتكون تفضوا الضلوع وخليك مجلس ما تطب من هون كل القصه انك ضلك مجلس تيضل الكرندير ستابل بس خالص كيف بياخذ نفس بطن ظهر بطن ظهر كوت ايه بس بلا صوت بعدين ولا مره بتاخذ نفس انت وطابب بيكون مزبوط يعني لو اخذته وحسيت انه عبى البطن والظهر ما بيقدر يحمل لك صوتك هذا النفس لانه بيكون مزروك يعني بتقدر تاخده مزبوط نوعا ما بس ما فيك بس تستعمله كسوبر هي كثير مستفيد وحيط كثير عم يفيدني يعني ما عم يقدر اتنفس بالجمل بعرف سمعتك اوكي يعني اللي كلهم ليجاتو يعني موصولين ببعضهم ما بدي نوتات مقطشين ايدي دائما قدام الباي كرمال اعمل كنترول على الهواء الهواء ما بيقطش ما بيسخن ما بيخف اوكي واخر شيء البوش من البطن لجوان لما اخذ نفس بترك البطن والضلوع منفوخين كاني قاعده عليهم اوكي مش دغري بسكر او بقشط من التشست تشست دائما جالس اوكي يلا بس كلنا سوا اوكي مش كل وحده لحالها يعني كلكم سوا سكينة بدك تسكر الباي اوكي كل المهم بالاكزرسيس هو الليزون اوكي ايه نصها يعني كانك عم بتزغريها نصها الليزون هي المهمه يعني الوصله بين النوتات ما بدي اسمع كل نوت لحالها يعني ما بدي بدي بتعيطوا على الشباب بليز تعملوا اكزرسيسين وبدي ارجع احكيكم كلكم بالاخر رح نعملوا عكس الاكزرسيس اللي عملته للبنات يعني للبنات عملنا هيدا اوكي انتوا رح تعملوا هيدا يعني
يعني البنات عملنا واطي عالي واطي بقلب التيرس هي زي هون رح نعمل عالي واطي عالي يعني نسميها رونفيرسي يعني مقلوبه اوكي حلو بدل اقدر عشان مقلوبة عشان الأكلة في منا بلبنان ياك نعم وبالأردن و... أوكي دايماً بمسك الشاليمو بإيدي دايماً ما بعلي رأسي علي أنا ما تغيرت هي زيت بعيد زيت الشيء التكنيك بالحياة ما بتتغير كتب هم زيت أوكي والتيوري هي زيتها الباي مقروسة كيفش مقروسة؟ يعني من مزغرة والله ما بقى عم لاقي كلماتي ولا ما عم لاقي يبقى اوكي بس الباي جيلسي دائما بمسكها بايدي اصلا دو تفاسون تو دو لا بانسي فرح تمسكها بايدك عم دوخ كمل ما عم بتدوخ والله عم دوخ هيدي شوي ترني طلعت على الراس يعني غادي بصح يعني كنت بس ايه علي بدي اوكي الصوف الهواء يكون منيح يلا عطشت بالاخر عيدة خليها سوفت ما بدي باور نوتش بيبا كما سي مانون جو سوي انت شو عم تعمل والله كنا ديكاليو في التون فهمتي فهمت اوقات بفهم لا حبك بتصير لي اوقات يعني من وقت للتاني يعني مش دائما بس لا حبك الله لا تسمح لي نصاب يلا فا بيبي مسك الباي وبانس تا باي الي بانسي تي تو رابيل وي جاليس وضلك هيك يا بابي